ديار إزروقن جماعة ساكا إقليم قرسيف. نحن اليوم في معلمة تاريخية نريد أن نضع عليها إطلالة، وهي معلمة تاريخية للمحكمة، هي محكمة محمد بن عبد الكريم الخطابي، أين كان يحاكم السجناء أيام الاستعمار. المحكمة لم يتبقى منها بعض الآثار، منها غار والذي سنضع عليه إطلالة. والمحكمة كانت بيد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي توالى القتال وراء أبيه عبد الكريم الخطابي. ومن المعلوم أن محمد بن عبد الكريم الخطابي ينحدر من الريف، وترك العديد من الأماكن مناطق أثرية حيث كان يقوم بأغراضه، وحيث كانوا يبرموا حيث كان يبرم مع المجاهدين الاتفاقات لمقاومة المستعمر، علما أن المنطقة التي نتواجد بها وهي كانت منطقة استراتيجية بالنسبة للمستعمر الفرنسي والإسباني، فهي نقطة فيها كانت توجد الحدود بين الاستعمار الفرنسي والإسباني. هذه المحكمة لم يتبقى منها إلا بعض الأسوار التاريخية وغار كانوا يستعملوه في لهذا الغرض. ومن المعلوم أن هذه المنطقة، أي جماعة ساكا، من المعلوم أنه قد اكتشف فيها بعض المآثر التاريخية، من بينها بعض الأواني والتي اكتشفت في حاسي وانزقا، والتي يرجع تاريخها إلى 16,000 سنة قبل الميلاد. المتتبعين، احنا درنا هاد الروبورتاج على هاد المحكمة، احنا مستعدين يعطيونا الاراء ديالهم. احنا اصلا كنسمعوا من عند الناس، يعني اللي عاودوا لهم الاجداد ديالهم. احنا هاد الكلام رحنا شدينا من عند الناس وعاودوه لهم الاجداد ديالهم، يعني ماشي راه قلناه من عندنا، ولكن كلام الكل محترم. احنا رحنا الاشارة للمزيد من المعلومات. احنا درنا هذه الفكره ديال هذه المحكمه، يا رحنا بيناها، والناس اللي تعرف عليها اكثر احسن يفيدونا بالمعلومات. والسلام عليكم. ايثما يسمى إريفيان، تيريفيان، إقرايان، كبدانا، أي سبوحي، إبو معويثان، أي ثاري، أي عثمان، أي السالم، جميع القبائل المنطقة. نشين النهارة أقانق ديج المعلمة تاريخية، المعلمة يثا، وهو شان الآثار لمحمد بن عبد الكريم الخطابي. محمد بن عبد الكريم الخطابي أمن تسلم، المجاهد النغم قران. المعلمة يثا وهو عبارة عن محكمة، المحكمة يثا تغيت حكم ديس السجناء ديال وقت الاستعمار. المحكمة يثا يقيم ديس
يخكين الزيس إلا وقتو سودي ثمورث من هيا قتو غير سودي ثمورث دي التاريخ مني رفاقا يعني ثار ذم رخصانيني تو يتحكم ذا إمسجان دي التاريخ مني وخمان هيا كان قير نهار الروبورتاج هكاث على حسب بشانا باش نكتشف الأثر التاريخي والفضل بطبيعة الحال يعقب مجاهد غمقران محمد بن عبد الكريم الخطابي يبدأ المسيرة سوارني باباس من بعد وامي موت باباس دي معركة تفارسيت 1920 يبدأ أول ناس دي المسيرة الناس الجهاد الناس تغيث القائدنا المجاهدين ونتمنى إن شاء الله الفكرة تعوض ونغيدش المعلومات خل المحكمة يا أغد يعني الإفادة لأنه نشينا يعني وغان نغشي المعلومات كافيين ولكن الآراء نغم يعني نشينا نستفد زي بعضنا بعد كرئيس رئيس الجمعية القروية للسياحة والفنون الثقافية بساكا نشين نتبع منايا الاثار للتاريخ نتمرث النغ ونتمنى ان شاء الله قد يسبق بعد نسجل افلام تاريخيه على سبيل المثال معركه انوال ونتمنى ان شاء الله لانه التاريخ عمر رساله غنغ بزاف الحوايج يخبغنا نصور افلام ان شاء الله مستقبلا ونتمنى ان شاء الله الخير للجميع والسلام عليكم من مهديم ايثما ليسمع المغاربه باكمله. C'est avec un grand plaisir que notre association villageoise et tourisme et culture et artistes fait un appel à tous les touristes étrangers pour visiter notre région qui se distingue avec une richesse un patrimoine historique ancien. La communauté de Saka est centrée entre les chaînes, montagnes et entrecoupée de très beaux endroits. Vous êtes les bienvenus pour nous rendre. C'est avec un grand plaisir que notre association villageoise et tourisme et culture et artistes fait un appel à tous les touristes étrangers et votre arrivée rend heureux et content beaucoup.